نعتذر عن هذا الخطأ أو هذا الانقطاع. فصراحة تم الانقطاع ولا أعرف لماذا، ينتظر فقط أن يرجع الإخوة حتى نكمل. يعني أول مرة يعني أسقط في هذا المشكل، لم يسبق بأن تم انقطاع البث، لكن على العموم سوف نكمل، ننتظر فقط أن يجتمع الإخوة مرة أخرى. أوكي، كنا يعني نعم، أظن بأنني علمت السبب. نعم، أظن بأن السبب هو أننا تحدثنا وتكلمنا عن هذا الأمر، يعني تحدثنا عن هذا الأمر. يعني الآن لن أستطيع أن أقوم بذكر هذه الكلمة. يعني موقع يوتيوب قام بقطع البث فقط لأنني تحدثت عن هذا الأمر، لذلك لن أتحدث عنه حتى لا يتم انقطاع البث مرة أخرى. أصبحت الألغوريثم الخاصة بيوتيوب جد ذكية جدا، عندما رأت بأنني تحدثت عن هذا الأمر فقد قامت بحذف أو قطع البث. على العموم أصبحت، حتى أكمل معكم، فأصبحت حتى الشركات الخاصة ببيع الدومينات أصبحت لا تقبل أن تقوم بوضع دومينات لها علاقة ب يعني هذا الأمر. أوكي، لذلك لا أنصح أبدا بأن تقوم بشراء دومينات يعني لها علاقة ب يعني ما تم وضعه هنا في هذا الدومين. أوكي، الآن فهمت لماذا انقطع البث. سوف ننتظر فقط أن يجتمع الأخوة مرة أخرى وسوف نكمل. فقط بضع دقائق ونكمل عملية المراجعة. نعم أخي، ما هو الضمن الذي تريد حجزه؟ إذا ننتظر فقط 2 إلى 3 دقائق ثم نكمل عملية المراجعة الخاصة بالضمينات. إن شاء الله فقط سوف نكمل عملية المراجعة، بعد ذلك قوموا بوضع الدومينات، ثم قوموا ب يعني كما نقول قوموا ب وضع الأسئلة الخاصة بكم.
أخي الكريم، أنا أشتغل يعني أشتغل في أدسنس، أشتغل في الأفيليت، لكن لا أشتغل دروب شيبينغ حاليا. أنا فول تايم، يعني أشتغل تقريبا جل الوقت في تجارة الدومينات، لكنني لدي بعض البيزنس الذي أشتغل فيه مثل الكي دي بي، مثل جوجل أدسنس وغيرها، لكن دروب شيبينغ لا أشتغل فيه. يعني 90% من عملي هو تجارة الدومينات. على العموم، الآن سوف نكمل عملية المراجعة حتى لا أقوم بتضييع الوقت. أوكي. الدومين الآخر والذي هو NFTStockWallet.com. كما قلت، رجاء عدم كتابة أي شيء، لأن الآن أقوم بالمراجعة. NFTStockWallet، نعم ممكن أن يكون اسم جيد رغم أنه ثلاثة كلمات. قم بوضعه للبيع، ومن الأفضل قم بوضعه على موقع أفترنيك، وقم بوضعه على موقع سيدو، لأن هذه المواقع هي خاصة بالإند يوزر أكثر من أنها خاصة بال يعني الـ يعني الهول سيلز. يعني المواقع يعز بالإند يوزر ويعز بالزبائن النهائيين أكثر من يعني الأشخاص الذين يشترون دومينات من أجل إعادة بيعها. اوكي، لذلك هذا الدومين ممكن ان يكون اسم جيد. الدومين الاخر والذي هو وان توتش او توش، كما ترى بان الكلمه هي بالفرنسيه وهنا كلمه اخرى وهي وان، لذلك هذه الكلمتان غير متناسقتان. يعني لو كانت وان تاتش بدون يعني حرف اي هكذا كان سيكون دومين جيد، لكن حتى وان تاتش اظن بان عليها حقوق ملكيه وعليها تريد. اوكي، لذلك هذا الدومين لا يعتبر دومين جيد. الدومين الاخر والذي هو وورد او عفوا وورد ويز، هذا الدومين كذلك لا يعتبر جيد، لذلك كما ترى وورد ويز از فور سيل ات سكواد هيلب، لكن يظهر بانه غير موضوع في موقع سكواد هيلب، وقد يكون فقط كستاندارد ليستين وليس كبريميوم. لذلك هذا الدومين الاول غير جيد، وكذلك الدومين الثاني لا يعتبر دومين جيد. اوكي، الدومين الاخر من اخونا الكريم والذي هو هوستن انيمال شيلتر، نعم هذا يعتبر جيد ومن جيد. قم بالاتصال بالزبائن المحتملون وان شاء الله ستحقق مبيع. والدومين الاخر والذي هو جولدن بريسز، كذلك هذا يحترم المعيار والشروحات التي شرحت في طريقة علي اكسبريس، نعم يعتبر جيد. وقم بوضع البيع يعني بنفس الطريقة التي قمت بوضع البيع في ذلك الفيديو، وان شاء الله ستحقق مبيعات جيده جدا. اوكي، الضمن الاخر والذي هو ميسا.كا.كوم، كما قلت في الجيو دومينات من الافضل استهداف يعني سيتي بلس نيتش، سيتي بلس برودكت، سيتي بلس جوب، وكذلك مثلا سيتي بلس سيرفيس. اوكي، هذا الضمن ميسا كار يعتبر جيد، نعم يعتبر جيد حتى نكون واضحين، لكن ميتا كارز يعتبر اقوى بكثير من ميتا كارز. لكن على العموم هذا الدومين كذلك ممكن ان تقوم بالاتصال بالزبائن المحتملون يعني الكار ديلرز الذين يبيعون السيارات، سوف تقوم بالاتصال بهم وسوف تقوم باقتراح عليهم ان يقوموا بشراء هذا الدومين. اوكي، الدومين الاخر والذي هو اي اس سي تورنتو، كما ترى فأخونا الكريم لقد سبق وأن قمت برؤية المنشور الخاص بك في المجموعة الخاصة بنا AEC تورونتو. يعني سبق وأن قلت بأن هناك شركة يعني موضوعة أو يعني مثلا English School of Canada، يعني هي تستعمل نفس الدومين الخاص بك ويعني تضع الداش. أوكي، لذلك أنصحك بالاتصال بها، يعني قم بمراسلتهم عن طريق الإيميل، وإن لم يجيبوك قم بالاتصال هاتفيا بهذه الشركة. يعني لا تظن ولا تقوم بتعقيد الأشياء، فالأمر لن يحتاج منك أن تكون شخص يعني متقن للغة الإنجليزية بشكل كبير وكبير جدا. قم بتحميل تطبيق تكست ناو، وهو يتيح لك الاتصال مجانا بأرقام أمريكية وأرقام كندية وأرقام أوروبية. قم بالاتصال بهم وقل لهم بأنني سبق وأن قمت بالاتصال بكم عن طريق الإيميل، وأنا أملك هذا الدومين وهذا الدومين يعتبر جيد. يعني أنتم تمتلكون التاش بين الـ AEC و
وتورونتو، وأنا لا أمتلك الدارج. وكما تعلمون بأن امتلاكك لدومين بدون دارج يجعل من الزبون يتذكر الدومين بكثرة. فقط لا تقم بأخذ الأمر بكل بساطة، وحتى وإن فشلت فهي سوف تكون تجربة جيدة، سوف تعرف الأخطاء التي قمت بها، وآنذاك سوف تكمل عملية يعني المراسلة. يعني في أقصى الحالات سوف يقولون لك لا، أنت سوف تجرب. يعني عدم التجريب هو أسوأ بكثير من أن تجرب وتفشل. أوكي، على العموم الدومينات معا تعتبرني جيدة، رغم أنني لا أنصح بالاختصارات ولا أنصح أن تقوموا بشراء دومينات عليها فقط زبون محتمل واحد، لكن ما دام أن هناك زبون محتمل واحد فقم بالاتصال به وقم بمحاولة أن تقنعه بأن يشتري الدومين منك، فهو لا يعرف أبدا بأن هذا الدومين متاح، لذلك قم بالاتصال به، فربما يريد أن يقوم بعمل أبجريد للدومين الخاص به. أوكي، الدومين الآخر والذي هو hits the world، يعني كما ترى hide the world، يعني hide the world وليس hits the world. هاي ذا وورد يعتبر سيء جدا. يعني اخونا الكريم اظن بانك يعني قمت بالانضمام يعني مؤخرا للمجموعه، لذلك انصحك اخي الكريم بمراجعه ومشاهده الدروس، بعد ذلك قم بمشاهده يعني مراجعه الدومينات حتى تقوم بالابتعاد كليا عن اخطاء مثل هذه. اوكي، الدومين الاخر والذي هو ميرج ماي بي دي اف. نعم، هذا الدومين ممكن ان يكون جيد جدا كسيرفيس، يعني كموقع خاص بسيرفيس يقوم بعمل ميرج بين يعني البي دي اف، يعني مثلا هناك ثلاثة بي دي اف ممكن أن تقوم بعمل سيرفيس يقوم بجمعهم في بي دي اف واحد. نعم، ممكن أن يقوم هذا الدومين، يعني ممكن أن يكون جيد. قم برؤية أن هناك مثلا دومينات أو مثلا مواقع تقوم بعمل هذا السيرفيس، ثم اقترح عليهم هذا الدومين وسوف يكونون سعيدين جدا بشراء هذا الدومين منك، لأنه يعني فعليا يتحدث عن النيتش الذي يستهدفه. أوكي، الدومين الآخر والذي هو كريبتو داي 24. أنا لا أنصح أبدا بعمل يعني مزيج بين الحروف والأرقام، لكن هذا الدومين ممكن أن يكون جيد. نعم، ممكن أن يكون جيد، يعني داي 24 ممكن أن يكون خاص بالنيوز، يعني موقع يتحدث عن الكريبتو، ويعني موقع يتحدث عن اخبار الكريبتو وكل شيء على مدار الساعه. نعم، ممكن ان يكون اسم جيد. الدومين الاخر والذي هو اوتو شيبين 24. هذا الدومين لا يعتبر جيد، يعني ممكن ايضا استعماله كموقع يقوم بعمل شيبين يعني بشكل دوري، لكن بصراحه الكلمات غير متناسقه مع رقم 24. لكن على العموم حتى وان قلت لك بانه غير جيد، قم بوضعه للبيع وممكن ان تحقق مبيع باذن الله. اوكي، الدومين الاخر والذي هو tacosart.com. نعم، ممكن ان يكون اسم جيد خاص بمطعم يقوم بمثلا عمل تاكوس وهذه الاشياء. نعم، قم بوضع البيع وان شاء الله قد تحقق مبيع جيد باذن الله. هل الصوت واضح اخوتي الكرام حتى نكمل عمليه المراجعه؟ هل الصوت واضح؟ الصوت واضح حتى نكمل؟ بشير، أخي البشير، فقط انتظر إلى غاية أن أكمل عملية المراجعة وسأجيبك على سؤالك، فسؤالك يعتبر جيد. أوكي، فقط يرجو مرجو التأكيد حتى نكمل عملية المراجعة، بعد ذلك سوف نمر مباشرة إلى الأسئلة الخاصة بكم. أوكي، أوكي، واضح. نكمل عملية المراجعة. إذن الدومين الآخر والذي هو brampton-roofer.com. نعم، هذا يعتبر جيد، دومين جيد، وروفر يعني نيتش من النيتشات القوية جدا التي عليها مبيعات. نيتش الروفر، نيتش البلامبين، نيتش اللوير، هذه الدومينات وهذه النيتشات تعتبر قوية. نعم، هذا الدومين يعتبر جيد، قم بالاتصال بالزبائن المحتملون وان شاء الله ستحقق مبيعا جيدا جدا. اوكي، الدومين الاخر والذي هو ميسيسوغا كونتراكتور. كذلك هذا الدومين يحترم المعيار الخاص بالجوب مثل الروفر الذي تحدثنا عنه، فقط قم كذلك بالاتصال بالزبائن المحتملون وان شاء الله ستحقق مبيعا.
الدومين الاخر والذي هو ادورابل بيج دوت كوم، هذا يعتبر كاسم براند، نعم ممكن ان يكون اسم براند خاص بالملابس، لان كلمه بيج تستعمل كثيرا في نيتش الملابس والاشياء. لكن على العموم كلمه ادورابل رغم انها ادجكتيف، يعني رغم انها طويله نسبيا، يعني يفضل ان تستعمل ادجكتيف تعتبر قصيره نوعا ما، لكن هذا الدومين يعتبر جيد. الدومين الاخر والذي هو بوبايز اكسسوارز، نعم ممكن ان يكون اسم جيد لكنه لا غير ممكن ان يكون كاسم براند، ممكن ان تضعه للبيع ولا تضع له ثمن كبير جدا، وان شاء الله قد تحقق مبيع جيد. الدومين الاخر والذي هو ميس بريجننس دوت كوم، نعم هذا الدومين لو كانت ميس بريجننس يعني بدون اس يعني السنجولر كان سيكون دومين ممتاز جدا لمثلا براند خاص ب يعني ولنقل مثلا يتخصص بكل ما يعني بالنساء الحوامل وهذه الاشياء، لكن حتى ميس بريجننس كذلك يعتبر جيد جدا، وصراحه فكره رائعه جدا، يعني هذا الدومين يعتبر جيد، قومي بوضعه للبيع وانتظري الى غايه ان ياتي زبون محتمل حتى يقوم بشراء هذا الدومين. سوف نرى فقط هل اختنا الكريمه قامت بوضعه للبيع في منصه من المنصات، يظهر بأنها لم تقم بعد بوضعه في المنصات بأي منصة، يعني أنصحك بأن تقوم بوضعه في جميع المنصات، وقوم أيضا بعمل سبميت لهذا الدومين في موقع براند باكيت وسكواد هيلب، وسوف يتم شرحهما معا في دورة البراند ايبول دومين. أوكي، الدومين الآخر والذي هو يوماسي دوت كوم، يعني على ميزان يوديمي دوت كوم، نعم هذا يعتبر جيد، وكذلك الدومين الآخر والذي هو في couch.com كذلك هذا الدومين يعتبر جيد، يعني السينرجي بين الحروف تعتبر هنا جيدة جدا، وهذه الدومينات يعني ممكن أن تباع بثمن جيدة جدا، قم فقط بوضعهم للبيع وإن شاء الله ستحقق مبيعا. أوكي، الدومين الآخر من أخونا الكريم يعني ساتلينكس اي بي تي في، أخونا الكريم يقول ليس عليه علامة تجارية، لكن بصراحة يوجد عليه تريد مارك أخي الكريم، وسوف أثبت لك هذا، يعني كما ترى قمنا بالذهاب إلى موقع تريد مارك، يا سوف ترى بأنه توجد هناك سات لينك كما ترى ريجسترد في سنة 2020، وهذا أيضا تم ريجستر في سنة 2017. سوف نرى هل الدومين الخاص بك تم تسجيله قبل هذا التاريخ، يعني في كل ما يخص حقوق الملكية فسوف يتم تخصيص حلقة عميقة وقوية جدا حول هذا المجال، يعني فقط لم أقم بعد بإنهائها لأنني رأيت هناك مجموعة من المعلومات المغلوطة المشروحة في يوتيوب، والتي يعني صراحة تجعلكم تقومون بشراء دومينات عليها حقوق ملكية قد تزج بكم في السجن، وليس فقط ممكن أن تقوموا بفقدان الدومينات. على العموم سوف نرى متى قمت بشراء هذا الدومين أخي الكريم، هذا من موقع ووكسي، أنا أستعمل هذا الموقع دائما من أجل رؤية يعني التاريخ ومعلومات عن مالك الدومين وهذه الأشياء، يعني ساتلينك اي بي تي في، سوف ترى بأن مثلا قمت بالدخول هنا سوف ترى بأن هذه الكلمة يعني كما ترى تريد مارك باي ساتلينك اس ال، يعني أن الشركة اسمها ساتلينك وليس فقط لوجو أو أي شيء. أوكي، وكما ترى بأنك أنت قمت بشراء الدومين فقط لمدة 7 أشهر، وهذا يعني بأن الدومين الخاص بك يقوم بخرق لحقوق الملكية. لو تم تسجيله قبل تاريخ تسجيل هذه التريد مارك فممكن ان تقوم ب ليس بيع الدومين، لكن ممكن ان تقوم بعدم فقدان الدومين، لكن هذا الدومين لا يعتبر جيد وعليه حقوق ملكيه. اوكي، لكن على العموم انت حاول الابتعاد كليا عن دومينات عليها حقوق ملكيه. الدومين الاخر والذي هو advertiseart دوت كوم، يعني اخونا الكريم يقول مشتق من ادفرتايزن ارت، نعم ممكن ان يكون كاسم جيد، وهو يعتبر ميد اب وورد، ليس ميد اب لكن يعني
مزيج بين حرفان، عفوا مزيج بين كلمتان، ممكن ان يكون اسم جيد. نعم ممكن ان يكون اسم جيد، دعوا للبيع وان شاء الله قد تحقق مبيعا جيدا باذن الله. اوكي، الضمين الاخر من اخونا الكريم والذي هو ourgrades.com، نعم ممكن ان يكون اسم جيد، نعم ممكن ان يكون اسم جيد هذا الضمين، لكنه لا يعتبر قوي جدا. قم بوضعه للبيع وان شاء الله قد تحقق مبيعا. الضمين الاخر من اخونا الكريم كذلك يقول انه ضمين hotastrology.com، نعم هذا يعتبر جيد جدا، قم بوضعه للبيع وقم بعمل سبميت للضمينات الخاصه بالبراندات مثل براند باكيت مثل سكوادر. اظن ان موقع سكوادر قد يقوم بقبول هذا الضمين لانه يعني يعتبر جيد نسبيا. ان لم يتم قبول هذا الضمين لا مشكله، قم بوضعه في موقع افترنيك وانتظر الى غايه ان ياتي زبون ما ويقوم بشراء هذا الضمين. فنيتش الاسترولوجي، هناك العديد والعديد من المواقع وهناك العديد من البيزنس تشتغل في هذا النيتش. اوكي، الضمين الاخر والذي هو powerfulphones.com، نعم ككلمات يحترم المعايير وفقط قم بوضع للبيع في المنصات الخاصة ببيع الضمينات وإن شاء الله ستحقق مبيعا جيدا جدا بإذن الله. الضمين الآخر والذي هو solocomputer.com، كلمات يعني غير متناسقتان لكن على العموم كاسم براند ممكن أن يكون اسم جيد، قم بوضع للبيع كذلك وإن شاء الله ستحقق مبيعا. يعني لحدود الساعة أرى أنكم تحترمون المعايير وتقومون بإعطاء ضمينات جيدة. الضمين الآخر من أختنا الكريمة UDXU، يعني هذا الضمين يعني VCCU، VCCV، يعتبر جيد جدا. سوف نرى هل أختنا الكريمة قامت بوضعه في إحدى المنصات الخاصة ببيع الضمينات. يظهر بأنها لم تقم بوضعه في أي منصة، قم بوضعه في إحدى المنصات وقم بوضعه اللاندين بيج الخاصة بأفترنيك بدان بسكواد هاب ببراند باكيت، لكن من المهم جدا أن تقوم بوضع لاندين بيج تثبت وتبين بأن هذا الضمين للبيع لأنه فعلا يعتبر ضمين جيد. الضمين الآخر watches.company، من الأفضل أن يكون السنجولر عوض أن يكون البلورال، لكن حتى البلورال يعتبر لا بأس به وممكن أن يقوم شخص ما بشرائه. الضمين الآخر والذي هو hygif.com، يعني ممكن ان يكون اسم جيد، نعم ممكن ان يكون الضمين اسم جيد لكنه لا يعتبر قوي جدا. لكن الضمين الاخر bageh يعتبر ضمين سيء، وسوف تفهم لماذا قريبا ان شاء الله عندما سوف اشرح الجزء الثاني من الضمينات الاكرونيم او الضمينات الحروف. هذا الضمين يعتبر سيء وسوف تفهم لماذا، لذلك قم بوضع هذا الضمين للبيع وقم بوضعه بثمن لا يعتبر ثمن كبير وكبير جدا. اوكي، هل الصوت واضح مرة أخرى حتى نكمل؟ اقتربنا من نهاية المراجعات، هل الصوت واضح؟ هل صوتي واضح حتى نكمل؟ إن كان الصوت واضح رجاء كتابة رقم 1 أو أي شيء من هذا القبيل. إذا يظهر بأن الصوت واضح، لهذا سوف نكمل عملية المراجعة. أوكي، الضمين الآخر والذي هو traveltires.com، كذلك لمن لا يعرف معنى التايرز سوف نقوم بأخذ الكلمات، نذهب إلى جوجل هكذا ثم نقوم برؤية ما معنى التايرز، تضغط عليها ويظهر لك بأنها نوع من أنواع العجلات. يعني ترافل تايرز هو نوع من أنواع العجلات الذي يصلح للترافل، كما ترى هذه هي الترافل تايرز. نعم سوف تقوم بالاتصال بالزبائن المحتمل وسوف ترى بأن هناك زبائن محتمل هنا،
ممكن أن تقوم بالاتصال بهم، وإن شاء الله ستحقق مبيع جيد جدا. أوكي، يظهر لي فقط هنا لأنني أنا أستعمل يعني هنا في السيرش دائما قوموا بعمل هذا الأمر. أنتم أيضا عندما تقومون بالبحث عن دومينات سوف تذهبون إلى سيرش سيتينج، وهنا في مور سوف تنزل لأسفل، سوف ترى بأنني كنت هنا أختار كندا، ممكن أن تقوم باختيار الولايات المتحدة هكذا، وبعد ذلك سوف تظهر لك نتائج ليس أخرى لكن نتائج من أكثر من النتائج التي ظهرت لك. أوكي، لذلك هذا الدومين يعتبر جيد. الدومين الآخر هو fixwind.com، هذا لا يعتبر جيد، يعني إصلاح الريح صراحة كلمة غير متناسقة. ممكن أن تقوم بالبحث عن شركات تقوم بصناعة الطواحين الهوائية. ماذا نقصد بالطواحين الهوائية؟ يعني هذه التي سوف تراها أمامك، يعني هكذا fixwind الذي قمت بوضعه، هكذا سوف ترى بأن هناك يعني بعض الطواحين الهوائية، هذه مثل هذه، يعني ممكن أن تقوم باستهداف مثلا أشخاص أو شركات مثلا تقوم بإصلاح هذا النوع من الأشياء. ممكن أن تقوم باتصال بأحد الأشخاص أو أحد الشركات التي تقوم بعمل هذا الأمر، وممكن أن يقوم بشراء هذا الدومين منك، لكن الأمر سوف يكون صعب نسبيا. لذلك سأقول لك بأن الدومين لا يعتبر دومين قوي جدا. أوكي، الدومين الآخر والذي هو تكساس كار كلينين، نعم يعتبر جيد كجيو دومين. قم بالاتصال بشركات يعني النظافة الخاصة بالكارز، لأن هناك العديد من شركات النظافة التي تقوم باستضافة الكارز، الويندوز، يعني الكاربيت ومجموعة من النتشات الأخرى. قم بالاتصال بهم وإن شاء الله ستحقق مبيعات جيدة. الدومين الآخر والذي هو ماستر بري كما نقول، بري هي كلمة فرنسية، يفضل أن تكون برايس، لو كانت ماستر برايسز أو مثلا ماستر برايس كانت سيكون ضمين ممتاز، لكن ماستر بري صراحة الكلمتان غير متناسقتان، ويفضل أن تركز على اللغة الإنجليزية فقط. الضمان الآخر والذي هو جيت واي كار، كذلك لا يعتبر جيد. قم بالبحث والتركيز على ضمينات تعتبر كلمتان وباللغة الإنجليزية وتستهدف نيتش، والكلمتان متناسقتان يعني الكلمة الأولى تتماشى مع الكلمة الثانية. الضمان الآخر والذي هو the club place، الضمان سيء وغير جيد، يعني أنصحك بالتركيز على ضمينات تعتبر قوية. قم بوضع هذا الضمان للبيع ولا تقوم بوضع ثمن كبير جدا. الضمان الآخر والذي هو kite tuber magic، حتى الضمان يعتبر صعب في النطق ولا يظهر لي بأنه جيد، ولا أعلم صراحة في أي نيتش ممكن استعمال هذا الضمان، لذلك سأقول لك بأن هذا الضمان لا يعتبر ضمان جيد. الضمان الآخر والذي هو تيب درايفين، كذلك لو كان درايفين تيب ممكن أن يكون جيد، لكن تيب درايفين الكلمتان غير متناسقتان. الضمان الآخر والذي هو VIP لين هي كلمة فرنسية، لو كانت URL كان سيكون جيد، VIP URL كان سيكون جيد، لكن VIP لين غير جيد بكل بساطة. مثلا pipeline صراحة الضمين سيء، لكن على العموم كما قلت قومي بوضع البيع وانتظري لغاية يأتي زبون محتمل ويقوم بشراء هذا الضمين منك. اوكي، الضمين الاخر والذي هو نايس بوك ستور، بوك ستور كان سيكون جيد، نايس ستور كان سيكون ضمين جيد، لكن نايس بوك ستور الضمين غير جيد بكل بساطة. الضمين الاخر والذي هو ري بويلد ايجا، نعم ممكن ان يكون كاسم جيد، يعني اعادة هيكلة اسيا، نعم ممكن ان يكون اسم جيد لكنه لا يعتبر قوي جدا. قم بوضع البيع وإن شاء الله قد تحقق مبيع جيد جدا بإذن الله. الضمين الآخر والذي هو sovni.com وpomri.com، هذين الضمينين يعتبران جيدين جدا،
نعم يعتبران جيدين جدا، قم بوضعهم للبيع وانتظر إلى غاية يأتي الزبون محتمل ويقوم بشراء هذا الضمان منك. الأمر قد يأخذ يعني الكثير من الوقت، وإن شاء الله قد تحقق مبيع بإذن الله. الضمان الآخر من أخونا الكريم والذي هو aamx.net. أنا دائما ما أنصح بأن تركزوا على .com، خصوصا أنت أخي الكريم، لأنني أعلم بأنك يعني بدأت في هذا المجال للتو. ركز على .com أو .com لوحدها، وركز على الجيرومينات لأنها تعتبر سهلة في البيع مقارنة بالنيتشات الأخرى. لذلك سأقول لك بأن الضمين الأول غير جيد، لكن الضمين الثاني وبما أنه جيرومين Providence Panther، نعم ممكن أن يكون الضمين جيد. قم بتسويق له ولا تقم بطلب يعني ثمن كبير جدا، قم ب يعني لا تقم ب لا تحاول أن تقوم ببيع بثمن كبير، لأن النيتش لا يعتبر قوي، ولذلك الشخص لن يقوم بدفع مبلغ كبير جدا على هذا الضمان. اوكي، الضمان الاخر والذي هو بروتكت او بيرفكت فوتوغرافرز، نعم هذا الضمان يعتبر جيد جدا. والضمان الثاني كرييت ويلز دوت كوم، لو كانت مثلا بيلد ويلز او مثلا كرييت لا تستعمل مع ويلز لانها تعتبر ترجمه حرفيه، لكن قم بوضع للبيع ولا تقم بوضع ثمن كبير جدا لأنه فعليا الضمين غير قوي جدا. لكن الضمين الأول هو ضمين رائع جدا صراحة، ضمين جيد وجيد جدا. الضمين الآخر والذي هو cashbirds.com، الضمين سيء بكل بساطة. نعم cashbirds لا يظهر بأنه قوي. وكذلك الضمين الثاني flop game، ممكن أن يكون اسم خاص ب يعني جيم خاص بالفلوب، لكنه صراحة الضمين غير جيد. الضمين الآخر والذي هو جيو جوف، الضمين غير جيد رغم أنه يحترم المعيار الخاص بالسي بي سي بي سي، وسوف يتم شرح لماذا قريبا. والضمين الآخر سنويل، نعم هذا ممكن أن يكون جيد رغم أنه ببعض التريك الخاصة بالراديو تيست، يعني ممكن يكون ان يتم كتابة سنوي بالاي وليس بالواي، يعني ممكن ان يتم كتابته هكذا سنوي يعني حتى هكذا ايضا ممكن قراءتها سنوي. لذلك الزبون عندما سوف يقوم بشرائه او حتى الشخص الذي سوف يقوم باستعمال مثلا الضمان، يعني كزبون سوف يقوم بشراء منتوجات من سنوي دوت كوم، سوف إما أنه سوف يكون بالكتابة سنويل هكذا أو سنويل هكذا، لذلك ممكن أن يقوم بفقدان الترافيك. لذلك هذا الضمان ممكن أن يكون اسم جيد حتى نكون واضحين، لكن الضمان لا يحترم معيار الراديو تيست بشكل كبير جدا، لكن ضعه للبيع وانتظر إلى غاية أن يأتي زبون محتمل ويقوم بشراء هذا الضمان منك. الضمان الآخر والذي هو آيفون close.com. أخونا الكريم، أظن بأنك دائما لأن بأنك لم تقم بعد بمشاهدة الدروس التي أنصح بها، فهذا الضمين يقوم بخرق لحقوق الملكية. آيفون close، فآيفون عليه حقوق ملكية وهو خاص بأبل، لذلك ابتعدوا كليا عن الضمينات التي عليها حقوق ملكية. لذلك الضمين الأول هو يعتبر ضمين سيء. أما الضمين الثاني chicagochairs.com، نعم هذا الضمين ممكن أن يكون اسم جيد. قم فقط بالبحث عن شركات أو مثلا ستورز تقوم ببيع الكراسي في شيكاغو، وإن شاء الله ستحقق مبيع جيد بإذن الله. الضمين الآخر والذي هو gobuff.com، نعم ممكن أن يكون اسم جيد كاسم براند. والضمين الآخر epkca، لا يحترم كليا الراديو تيست، لأن سي و كي بجانبها ممكن أن يقوم مثلا بقراءتها أبي بي كي كي وليس سي اي، الأمر سوف يكون صعب نسبيا في النطق. لذلك سأقول لك بأن الضمين الأول جيد، لكن الضمين الثاني يعتبر أقل جودة بكثير من الضمين الأول. الضمين الآخر والذي هو نيمافو و ديوكيف، أظن بأن أخونا الكريم بما أنه لم يقوم بوضع
أنها دوت كوم أو مثلا دوت نت أو غيرها، سأظن يعني سأقترح بأنه سوف يكون دوت كوم. نيمافو دوت كوم يعتبر جيد جدا، وديو كيف كذلك يعتبر جيد جدا كاسم براند. هذه الدومين تقوم بوضع البيع وانتظر إلى غاية يأتي زبون محتمل ويقوم بشراء هذا الدومين منك. الدومين الآخر والذي هو إلكتريك كار ويلز دوت كوم، نعم يعتبر جيد، يعني الإطارات الخاصة بالإلكتريك كار نعم يعتبر جيد. قم بوضعه للبيع وانتظر إلى غاية يأتي زبون محتمل. والضمان الآخر والذي هو ميسيجز، يعني كما نقول قد يكون اختصار لكلمة ميسيج، نعم ممكن أن يكون اسم جيد رغم أنه لا يحترم خاصية الراديو تيست، لكنه ممكن أن يكون كاسم جيد. هل الصوت واضح؟ حتى نكمل، اقتربنا من نهاية المراجعة. الصوت واضح إخوتي الكرام حتى نكمل. إن كان الصوت واضح رجاء كتابة أي شيء، أو كتابة يس أو رقم واحد. الصوت واضح، اوكي جيد جدا. سوف أكمل عملية المراجعة، بعد ذلك سأجيبكم على أسئلتكم. أوكي، نكمل عملية المراجعة. الضمن الآخر والذي هو Best Earning Offers، نعم ممكن أن يقوم شخص ما بشراء هذا الضمن من أجل استعماله لتسويق لعروض CPA وهذه الأشياء، لكن كإند يوزر لا أظن بأنه جيد. ممكن أن تقوم بوضعه للبيع وممكن أن تحقق مبيع. الضمن الآخر والذي هو Cars ميوزيوم، ميوزيوم ممكن لو كانت ميوزيوم كارز نعم ممكن، لكن هذا كارز ميوزيوم صراحة قمت بقلب الحروف أو قلب الكلمات، ذلك الضمين غير جيد. الضمين الآخر من أختنا الكريمة والذي هو موا اي مونونج، موا اي مونونج دائما أنصحكم بالاشتغال على اللغة الإنجليزية فقط، لا تشتغلوا على اللغة الفرنسية، وخصوصا هذا الدومين يعني ممكن ان يكون كاسم براند خاص بفرنسا، خاص ببيع يعني الاشياء التي لها علاقه بالاطفال بالنساء وهذه الاشياء، لكن صراحه الدومين بالنسبه لي هو دومين غير جيد. الدومين الاخر والذي هو فاست سيلكت، الكلمات غير متناسقتان، يعني قمت بوضعه الى موقع دان وقمت بوضع ميك اوفر، يعني بالنسبه لضمينات مثل هذه قم بوضع البايت ناو برايس افضل بكثير من الميك اوفر، لكن على العموم قم بوضع للبيع فالضمين غير قوي جدا، قم بوضع للبيع ولا تقم بوضع ثمن كبير وكبير جدا. الضمين الاخر والذي هو فوفاغ دوت كوم، نعم ممكن ان يكون اسم جيد. والضمين الثاني والذي هو ان اف تي وود، يعني اخونا الكريم يقول بان الوود ورزمة النقود، ومن هذا المنبر أتمنى لك رزم كبيرة جدا من الوورد، يعني رزم كبيرة جدا من النقود. الدومين ممكن أن يكون كاسم جيد، نعم ممكن أن يكون كاسم جيد، فقط قم بوضع البيع وانتظر إلى غاية تأتيك الوورد والرزمة من النقود إن شاء الله ويتم بيع هذا الدومين. أوكي، الدومين الآخر والذي هو سيلز فانلز أو سيلز فانل كونسلتنت، نعم دومين جيد جدا، نعم دومين جيد جدا، قم بوضعه للبيع وانتظر إلى غاية يأتي زبون ما ويقوم ببيعه. وكذلك funnels optimization كذلك يعتبر دومين جيد جدا، لا تقم بوضعه ولا تقم ببيعه بثمن رخيص، لأنه فعلا يعتبر دومين جيد، رغم أن funnel كان سيكون أفضل من funnels، يعني singular كان سيكون أفضل من plural، لكن هذا الدومين يعتبر جيد. الدومين الآخر والذي هو lock script دوت كوم، لا يعتبر قوي، نعم لا يعتبر قوي جدا، يعني هو وهذا الدومين USA Vlogs
الضمينات لا تعتبر قوية، فقط قم بوضع عملة البيع ولا تقم بوضع ثمن كبير جدا. أوكي، قم بوضع أثمنة في المتناول حتى يتم بيع الضمينات، وتقوم باستعمال المال الذي قمت بجنيه من أجل أن تقوم بشراء ضمينات أخرى. أوكي، الضمين الآخر والذي هو asktraveler.com، يعني ترافلر تكتب باثنين ال وأيضا تكتب بال واحدة، لكن هذا الضمين جيد. نعم جيد، هذا الضمين ممكن أن تقوم بوضعه للبيع، ممكن أن يكون اسم براند خاص بتطبيق يعني خاص بالترافلرز وهذه الأشياء، يعني يقوم بجمع يعني. نعم نعم هناك أفكار كثيرة ممكن أن تقوم بوضعها بهذا الضمين. قم بوضعه للبيع وانتظر إلى غاية أن يتم بيع هذا الضمين بثمن جيد جدا. الضمين الآخر هو الذي هو بامبيمو. نعم يعني هذه النوعية من الضمينات، صراحة أحب هذه النوعية من الضمينات. لذلك كان لدي أيضا ضمين اسمه ميرمارو هكذا، هذا الضمين هو ملكي، تم قبوله في موقع براند باكيت. هذه النوعية سوف يتم شرحها قريبا في قناتي في دورة البراند والضمين، تسمى الرايميك دومين نيمز أو الرايميك براند نيمز. يعتبر جيد الضمين، يعني قد لا يتفق معي أحد الأشخاص ضمينرز، لكن هذا الضمين بالنسبة لي هو جيد. يعني هذا الضمين أيضا هو ملكي كما ترى، قد تم قبوله في موقع براند باكيت، وسوف يتم شرح هذا الأمر يعني لاحقا. بيم بامو أو بام بيمو، نعم يعتبر جيد، فقط يجب أن نتأكد من كلمة بيمو أنها ليس عليها حقوق ملكية. فالإخوة المغاربة يعرفون ما معنى بيمو، سوف فقط نتأكد هل بيمو عليها حقوق ملكية أم لا. بيموس، بيمي يعني يظهر بأنه ليس عليها أي حقوق ملكية. هذا الضمير قم بوضعه للبيع وانتظر إلى غاية أن يأتي زبون مهتم. قم أيضا بعمل سبميت لبراند باكيت وسكوتين وهذه الأشياء، وإن شاء الله قد تحقق مبيع. الضمير الآخر ديس ماينس ريستورنت. من الأفضل دائما أن تقوم بوضع الضمينات يعني الحروف الأولى، قم دائما بوضعها بحرف كبير حتى تساعدونني على قراءة الضمينات. ديس ماينس ريستورنت، نعم يعتبر جيد ضمين، ممكن أن تقوم بالتسويق لهذا الضمين وإن شاء الله قد تحقق مبيع. الضمين الآخر واللي هو gopayment.io. .io تعتبر قوية جدا ككلمة واحدة، لكن gopayment.io تعتبر أيضا ضمين جيد. نعم هذا الضمين يعتبر جيد جدا، قم بوضع البيع وانتظر إلى غاية يأتي شخص ما إن شاء الله ويقوم بشراء هذا الضمين منك. أوكي، الضمين الآخر ولده Electric Worm. نعم ممكن أن يكون اسم جيد خاص بشركة تقوم ببيع أدوات خاصة بالتدفئة وهذه الأشياء، لكنه لا يعتبر ضمين قوي جدا. ممكن أن تقوم بوضع البيع وانتظر إلى غاية أن يأتي زبون مهتمًا ويقوم بشراء هذا الضمين منك. الضمين الآخر ولده هو First Print. يعني لو كانت First print بدون الاس التي بين تي و بي، نعم ممكن ان يكون لا باس به، رغم انه مزيج بين الحروف والارقام والتي لا انصحكم ابدا بعملها، لكن هذا الضمين يعتبر سيء. الضمين الاخر هو الذي هو الكتريكا، نعم يعتبر ضمين جيد بالنسبه لي، هو يعتبر كما ترى قد تم قبوله في موقع براند باكيت، لكن هذا الضمين غير جيد بكل بساطة. أوكي، نعم هذا الضمين يعتبر جيد جدا، تم قبوله في موقع براند باكيت، قمت بتعويض السي بالكيو، وهذه تعتبر فكرة من الأفكار التي يتم استعمالها في البراندات وتنجح بكثرة هذه النوعية. لذلك سأقول لك بأن الضمين الأول غير جيد والضمين الثاني هو يعتبر ضمين جيد. الضمين الآخر والذي هو أتريوم أو اتريوم سويت هوتيل، يعني كما ترى الاسم صعب في النطق ولا يظهر بانه يستهدف نيتش، فسويت هو نيتش والهوتيل هو نيتش اخر، يعني سويت هوتيل او سويت هوتيل. الضمين غير جيد اخي الكريم، ولا اظن بانه سيتم بيعه. والضمين الثاني هو سكرتري ريكريتمنت، نعم ممكن ان تقوم بالاتصال ب المكاتب الخاصة بالتوظيف وقم باقتراح عليهم هذا الضمين، وإن شاء الله قد تحقق مبيعات جيدة بإذن الله.
الدومين الاول، الدومين الاخر من اخونا الكريم والذي هو فيكس جولف دوت كوم. الدومين سيء بكل بساطة، ففيكس ممكن ان تكون لها علاقة بكل ما هو شيء خاص بالاصلاح، لكن فيكس جولف الكلمة الثانية لا تتماشى مع الكلمة الاولى. والدومين الاخر لايف تيو تي يو تي كذلك هذا الدومين سيء. أظن بأن أخونا الكريم يعني لما قم بعد بمشاهدة الدروس التي أقوم بنشرها، قم بمشاهدة الدروس ولا تضيع وقتك في ضمينات مثل هذه، وخذ وقتك الكافي ولا تتسرع في شراء الضمينات، فأهم شيء هو التعلم قبل أن تشتري الضمينات، ولا تشتري فقط من أجل الشراء. أوكي، الضمين الآخر والذي هو فيرتشوال institutes.com، نعم ممكن أن يكون اسم جيد، نعم ممكن أن يكون اسم جيد. أما الدومين الآخر اللي هو ask helper، لا هذا الدومين غير جيد. لو كانت ask يعني job مثلا، ask traveler، ask racer، ask expert، ممكن أن يكون جيد، لكن ask helper هو دومين سيء. الدومين الآخر والذي هو الدومين ما قبل الأخير لأخونا الكريم والذي هو USEZS، صعب جدا في النطق، يعني حروفه غير متناسقة وهو غير جيد. والضمان الآخر من أخونا الكريم سوني ان يو سي ديلر، يعني يقصد بها سوني نيويورك ديلر، يعني هذا الضمان غير جيد وعليه حقوق ملكية، لأن سوني عليها حقوق ملكية. والضمان الآخر والذي هو يي زي ديلز كذلك يعتبر غير جيد بكل بساطة، رغم أنك قمت بوضع هذه الأثمنة فهذه الضمينات غير جيدة، وابتعدوا ابتعادا كليا عن أي شيء عليه حقوق ملكية، لأنه فعليا ممكن أن تقوموا ب دفع غرامات كبيرة جدا على هذا الأمر. أوكي، الآن لقد قمنا بالانتهاء من مراجعة الضمينات الخاصة بكم، أنتظر فقط أن يقوم أخونا الكريم الذي قال لي بأنه لا يمتلك فيسبوك بوضع اثنان دومينات الخاصة به كما فعلت مع الإخوة الآخرون. قم بوضع اثنان دومينات حتى أقوم بمراجعتها، وكذلك إن كان لديكم أي سؤال كيف المكان قوموا بوضعه في التعليقات، وسأكون سعيدا جدا بالإجابة على سؤالكم. اوكي، انت بالنسبه لك يوز ذس، لكن الزبون المحتمل لن يستطيع معرفه بانها تعني يوز ذس. يعني مثلا اظن بانك مصري، شخص مصري، لان المصريين يقولون ذس. اوكي، لكن كشخص امريكي وشخص انجليزي فهو بكل بساطه لن يعرف بان زد اس تعني ذس، لذلك الدومين غير جيد بكل بساطة. أنت إن كنت تؤمن بأن هذا الدومين جيد فقم بوضعه للبيع وإن شاء الله ستحقق مبيعات. بالنسبة لحقوق الملكية فقم باستعمال موقع تريد ماركيا التي قمت باستعماله قبل قليل. تريد ماركيا، وقم باستعمال، نعم لهذا قمت بكتابة زيس. يعني تحياتي الخالصة لإخوتي المصريين المتابعين لهذا البث، لكن صراحة الدومين غير جيد. الدومين oneme.org مزيج بين الحروف والأرقام، لو كانت .com كان سيكون جيد جدا، لكن .org ممكن أن يتم بيعه. قم بوضعه للبيع وانتظر إلى غاية أن يأتي زبون مثلا. قم بوضعه في موقع أفترنيك، لأن أفترنيك جيد جدا بالنسبة للإند يوزر، لكن دوت أورج يعتبر ضعيف نسبيا مقارنة بدوت كوم. توصل معي الزبون وعرض علي وأريد الموافقة عليه، يعني توصل معك، هل قمت بمراسلته، يعني قمت بعمل أوت باوند للدومين، أم أنك فقط قام بالبحث عن معلوماتك في الووز. أوكي، قام بالبحث عن المعلومات في الووز وقام بمراسلتك، يعني المرجو أن تقوم بإعطاء معلومات أكثر حتى أساعدك.
وكم عرض عليك الزبون كسعر، كم عرض عليك؟ اوكي، فوركس اركاد، يعني الفوركس لا تتماشى مع الاركاد، لان كما تعلم الاركاد هو تخصص بالجيمز، لكن ممكن ان يكون اسم جيد لكنه غير قوي، ممكن وضعه للبيع وانتظر لغاية ان ياتي زبون محترم. الدومين غير قوي جدا، عرض عليك $100. اوكي جيد، نقطة مهمة جدا، عندما يعرض عليك اي زبون كيفما كان، عندما يعرض لك أي زبون عرض لا تقم بالقبول على الفور، لأنه فعليا الزبون قد يظن بأنك شخص سبامر تحاول التخلص من الدومين بأسهل طريقة ممكنة. مثلا إن قام بعرض عليك $100، قل له مثلا بأنني كنت أنوي أن أقوم ببيع الدومين ب مثلا $200 أو $300، لكن ما دمت قمت باقتراح $100 ف let's meet at the middle، لنلتقي في المنتصف ونقوم بإنهاء الصفقة ب 150 أو $200. إن قال لك في الغالب سوف يقول لك سوف أدفع 125. هنا قم بالقبول، لا مشكلة في ذلك، فأهم شيء هو تحقيق مبيع. سأشرب بعض الماء. أوكي. قم فقط ب يعني قم بعد الامر الذي قلت لك، وان شاء الله سوف يقوم بالقبول، يعني الامر لا يحتاج الى تعقيدات كبيره جدا، ولا تتاخر، يعني عندما يقوم زبون ما باعطائك اوفر لا تتاخر، لانه الان مهتم، لكن بعد يومين او 3 ايام ممكن ان يغير رايه. كيف ممكن التخلص من دومين عليه حقوق ملكيه في حال شرائه بعد وقت طويل؟ لكي تقوم بالتخلص من دومين عليه حقوق ملكية، بكل بساطة قم بحذف الدومين من الأكاونت الخاص بك، لا تحاول بيع الدومين ولا تحاول أن تقوم بالاتصال بالشركة من أجل أن تقوم بأخذ الدومين منك. أوكي، أوكي. دوك بي بي، اولا الدومين غير جيد، وثانيا حتى وان كان اكسبتد في ادسنس فنحن نبيع الدومين فقط، يعني لا نقوم بزياده عليه ادسنس او بايونير او كليك بانك او اي شيء، نحن نبيع فقط الدومينات، لذلك انت ركز على ان تقوم بايجاد دومين جيد، وبما ان الدومين يعني اوريدي اكسبتد في موقع في ادسنس، حاول بيع الادسنس بكل شيء، بالدومين وبما فيه، وسوف يأتيك بسعر جيد جدا. قم ببيع الأدسنس واستثمر المال من أجل شراء دومينات جيدة جدا، قم بإعادة بيعها بثمن جيد. النقطة أخرى بالنسبة للتخلص من دومينات عليها حقوق ملكية، قم بوضعها في موقع نيم ليكويديت، لقد تم شرح هذا الأمر في قناتي نيم ليكويديت، قم بوضعها في هذا الموقع، وقد يأتيك بضع دولارات، لكن ابتعد كليا عن الدومينات التي عليها حقوق ملكية. هل هناك أي أسئلة أخرى إخوتي الكرام؟ هناك أمر آخر، عندما تقومون ب يعني تحليل دومينات، فربما تكونون تمتلكون يعني تمتلكون دومينات عليها باك لينكس، أو مثلا عليها أوتوريتي، يعني مثلا أخونا الكريم الدومينات التي اقترح علي لم أقم بمراجعة هل عليها أوتوريتي جيد أم لا، سوف نقوم برؤية اتريف باك لينك تشيكر مثل ما تم شرحه في قناتي قناة مستر كيحل،
يظهر بأن الأوتوريتي يعني صفر. هل هناك أي أسئلة أخرى؟ سوف نرى هذا الدومين أيضا، هل هناك أوتوريتي عليه أم لا؟ إن كان لديكم أي أسئلة أخرى رجاء كتابتها في التعليقات حتى أقوم بالإجابة عليها. كما ترى فكذلك هذا الدومين لا توجد عليه أي باكلينكات أو أي شيء من هذا القبيل، لذلك فكما قلت قم بوضعهم للبيع في موقع افترنيك وربما قد تحقق مبيع جيد. ماجيكال روف يعتبر جيد، نعم ماجيكال روف يعتبر دومين جيد جدا. إذن هل هناك أي أسئلة أخرى حتى نقوم بإنهاء البث؟ إن كان لديكم أي سؤال كيفما كان رجاء كتابته هنا في التعليقات أو هنا في الشات. بريفيرد فيلم دوت كوم لا يعتبر قوي أخي كريم، لا لا يعتبر قوي. على العموم يظهر بأنه لا توجد أي أسئلة أخرى، إذا شكرا لكم على المتابعة. إن شاء الله في الشهر القادم سوف نقوم مرة أخرى بمراجعة أخرى لدوميناتكم. أنصحكم بالانضمام إلى مجموعتنا على فيسبوك، هنا نقوم بالإجابة على جميع الأسئلة ونقوم بمراجعة شاملة لدوميناتكم. مجموعة Make Money with Mr. كيحل، يعني هذه المجموعة قمت بإنشائها منذ بداية مجال تجارة الدومينات، والحمد لله هناك العديد والعديد من الإخوة الذين حققوا مبيعات ودائما ما يقومون ب يعني مشاركة المبيعات الخاصة بهم. سوف تجدون رابطها أسفل هذا الفيديو، يعني سوف تقومون بالنزول لأسفل وسوف ترون هنا يعني مجموعتنا على الفيسبوك، هي يعني كما ترون مجموعتنا على الفيسبوك، قوموا بالانضمام إليها. وإن شاء الله إن كان لديكم أي سؤال كيفما كان سوف نكون سعيدا جدا بالإجابة على سؤالكم. أوكي، إذا شكرا لكم على المتابعة وتحياتي لكم. إن شاء الله نلتقي في الشهر القادم ونلتقي أيضا في دروسي الخاصة بمجال تجارة الدومينات. السلام عليكم وأصبحون على خير.